مصر لازم تكون موجوده. عن اللعيب اللي انت بتحبه تاني زيزو، عندنا مشكله كبيره جدا ان زيزو بيلعب في نفس مكان محمد صلاح، وبالتالي في المنتخب ما بنقدرش نستفيد من زيزو الاستفاده الكامله. بوجهه نظرك المكان الانسب اللي زيزو ممكن يلعب فيه ويفيد منتخبنا الوطني يبقى بجوار محمد صلاح؟ شوبير جريشي تكنيكال بوينتس، نقطه فنيه جميله جدا منك، لان دي طريقتي في اللعب. افتكر دايما ان انا قلت لو انا عندي ثلاثة من الهدافين ممكن ناس كتير تقول لا ما يقدروش يلعبوا مع بعض، انا دايما بحاول اوجد البدائل للثلاثة دول علشان يلعبوا مع بعض. لو عندي محمد صلاح النهارده ومعايا زيزو في نفس الفريق، وده فريقي، محمد صلاح بيلعب في ليفربول في الجناح اليمين لان رجليه الشمال بيلعب بيها كويس طبعا، لانه ذكي جدا بيعرف يحرز اهداف ويقدر يعمل اسيست او يساعد او يعمل باصات. لكن فتحي برضو بيلعب في نفس المكان زيزو. لو انا المدرب انت مش هتكون موجود في الاحتياطي ولا انت كمان هتقعد احتياطي، انتوا الاثنين هتلعبوا، انت هتلعب في نفس المركز بتاع ليفربول، اما انت زيزو اما انت هتلعب حر، انت هتبقى قريب من راس الحربة، تحت راس الحربة، لكن هتبقى حر في التحرك، تروح يمين شمال ما فيش مشكلة، تغير مكانك، ممكن تبدل مع صلاح، انت هتبقى قريب من رقم 9، انت اللي دايما هتعمل الاسيست او هتحرز الاهداف، لكن يعني انت شايف انه مكان زيزو في وجود محمد صلاح يلعب تحت راس الحربة وبتدي له حرية كاملة، ومحمد صلاح كما هو في مكانه ناحية اليمين، ومن هنا يقدر مدرب المنتخب يستفيد من الاثنين، صح كده؟ طيب.